السلام عليكم ومرحبا بكم في البرنامج ديالكم روك لونج، البرنامج اللي كيجمع بين الثقافه والشباب. الحلقه ديال اليوم من العيار الثقيل حيت غندويو على واحد الموضوع اللي معتبر طابو في المجتمع ديالنا. هذا الموضوع كيخلي بزاف ديال الناس كيعانيو كل نهار. الموضوع ديالنا اليوم هو الصحه النفسيه والامراض اللي كتجيها والعلاقه ديالها بالصمت، وحتى الى دوينا عليها في المجتمع كتجي على طريقه ابداعات اللي نقدروا نعتبروها صرخات صامته. هادشي اللي غيخلينا نطرحوا بزاف ديال التساؤلات بحال علاقه الابداع بالصحه النفسيه، واش كاين شي مبادرات لاصلاح هذا الوضع. هاد الاسئله واكثر غنجاوبوا عليهم اليوم مع الضيفه ديالنا هماني بسمه، اختصاصيه في علم النفس، كاتبه ورسامه، واللي تعرفات مؤخرا بالانشطه ديالها في الصحه النفسيه. مرحبا بك بسمه. الله يبارك فيك. واول حاجه كنهنئك انك اختاري شي واحد سوجي، واحد الدومين اللي ماشي كلشي كيختاروا واللي كيف قلنا راه طابو في المجتمع ديالنا. دونك تحياتي، وغادي نطرح لك واحد السؤال اللي كطرح راسو، كيفاش وصلتي حتى بديتي في الصحه النفسيه في الدومين ديالك؟ صراحه هو سيتي ان شو اللي كانت فاش كنت صغيره، كنت بغيت تعرف كيفاش الانسان تيتعامل مع راسو، كيفاش تيتعامل مع الاخرين. كنت تمشي تقرا في كتب ديال يا اما ديال الصحه النفسيه، يا اما ديال لا بيولوجي ديال الانسان، بزاف ديال الحوايج اللي تخليك تتعرف راسك وعلى باش تحاول تفهم الاخرين. اي واحد الوقيته الان بيان سور انا مشيت في باركور اللي هو عنده علاقه بالتسيير، بالعلاقات مع الناس، وفي هذا الاطار خاصك تعرف راسك اكثر وتعرف الناس اكثر. واحد الوقيته رجعت للتدريب باش تدرب الناس ولا باش تدرب راسك على واحد العادات ما يمكنش تجي وتحفظهم، لان شحال ديال الناس يقول لك عندك واحد الخطوات غادي تاخذهم غادي تولي ناجح في هذه القضيه، الوغ كو ما يمكنش تكون ناجح الا ما عرفتي شنو هما الحوايج اللي خلاوك انك تكون واقف في هذيك البلاصه. وهادشي اللي خلاني تمشي بوغ نتعلم ونعرف كيفاش انا تفكر وكيفاش الناس اللي حولي تفكروا. و سيتي كوم سا من مورا سورتو كورونا فين بان المشكل ديال الصحه النفسيه في العالم وكيفاش انها تاثر على بزاف نواحي ديال الحياه. وحتى في المغرب ولينا في لابروش ديال الانسان خاصو يعرف راسو ويتعامل مع راسو قبل ما يخرج للمجتمع. سيتي هذا هو البدايه اوفيسيال ديال انني نمشي في اتجاه ديال الصحه النفسيه. ولا جينا نعرفوا الصحه النفسيه ونعرفوا حتى المشكل اللي كاين فيها حاليا. الصحه النفسيه هي نوع من، لان حنا فاش ندويو على الصحه جينيرالمون تمشي للشكل، خاصك يكون عندك واحد الوزن معين، خاصك يكون عندك واحد الهرمونات مقادين، خاص الوغ كو الصحه التسميشو النفسيه راه هي الصحه الاخر اللي ما تندويوش عليها، اللي هي عندها علاقه بالافرازات الهرمونيه اللي عندك في الجسم اللي تاثر على التفكير نتاعك، على التعاملات نتاعك، وتقدر تفهم منا شي حوايج اللي عشتيهم وما عارفهمش، وكيفاش تتبلور في علاقتك مع المجتمع وعلاقه المجتمع معك. وكيف ما ذكرنا في الانترو ان ديما كنربطوا الابداع مع الصحه النفسيه، يعني كنقولوا هذا مثلا عنده مرض نفسي ولا مكتئب، يعني عنده واحد النوع ديال الابداع، يعني يا اما كيكتب يا اما كيرسم ولا شي حاجه من هذا القبيل. هذا ودائما على مر التاريخ، يعني حتى الفنانين اللي كنعرفوا كبار مثلا بحال فان غوخ ولا موزار ولا شي حاجه كيكون عندهم نوعا ما من المرض النفسي. شنو هو العلاقه ما بين الابداع والمرض النفسي؟ واش بصح كاينه واحد العلاقه؟ علاش نقولوا بان ديما الفنان اون جينيرال تتسمع بانه حمق، بانه خارج المألوف، بانه غريب، بانه علاش؟ لانه تيتقبل بانه ماشي بحال الاخرين، بانه عاش شي اكسبيريونس ولا شي حوايج اللي تيخليه انه اكسبريمي راسو عن طريق الفن. لان كل واحد فينا تيعبر على المكنونات نتاعو ولا علاقته براسو ولا علاقته بالمجتمع اترافيغ شي حاجه. كاين الناس اللي تمشي تيدير سبور تلقى مثلا يقدر يدير لي زار مارسو ولا يدير ليفتين ولا يدير بزاف الحوايج، ولكن كاين ناس اخرين اللي تيمشي في توسكي انتيليكتوال، وهذاك الشيء اللي تيخرج في الارتستيك. اي لاغ بطبيعته هما اكسبريسيون ديال داك الشيء اللي عندك الداخل بالسوبكونسون تاعك، لان فاش تمشي دير الرياضه ولا تمشي دير شي حاجه اللي هي كونسونس تتاخذ لا ديسيزيون، الوغ كو فلاغ تتخلي لراسك ان لو سوبكونسون تاعك يخرج داك الشيء نتاعو بطريقه اللي هي بغوت ما فيهاش ذواق، ما تديسيديش فيها نتايا. داك الشيء علاش تبقى انكوريليو بان ماشي تا كيسون ديال مرض نفسي، مي واحد الازمات النفسيه نتاعك اللي تخرجهم وتتبلورهم في هذاك لاغ نتاعك، كسوا رسم كسوا كتابه كسوا سكولتور، وتتشوف لان
لي غران زارتيست سون دي جون لي عانوا في واحد الوقيته، لان هذاك المعاناه نتاعك هي اللي تخلي ان الابداع نتاعك يكون اكستريم، لان تخرج فيه شي حوايج اللي هما ما باينينش العين وما يمكنش تاكسبريميهم اترافير شي حاجه لي اوردينير. وفي الاتموسفير ديال الالم والامراض النفسيه، واش كاع الامراض النفسيه كيسبوا الابداع، ولكن شي امراض نفسيه معينه اللي كتسبب الابداع؟ كما قلت لك المرض النفسي ماشي اللي يسبب الابداع، لان كاين عدد ديال الناس اللي تلقاه مريض نفسي ولا تعاني من واحد المتلازمه نفسيه ولكن غير مبدع، لان لا كاباسيتي نتاعك انك تبدع هي لا كاباسيتي نتاعك انك تقول بانني غادي نعبر على راسي بطريقه مختلفه. يعني سيت اون ديسيزيون تقدر تكون كونسونت ولا انكونسونت، لان من بين الحوايج اللي تيداروا في علم النفس انك تقدر دير مع ناس ما يسمى بالتمارين الابداعيه باش يقدر يعرف ويكسبريمي راسو. يعني يقدر هذاك المرض النفسي يعاونك انك تشوف واحد الطفره اللي هي ارتستيك، ويقدر ما يعاونكش، وسي با واحد المرض نفسي معين هو اللي غادي يخليك ارتست. وعلى ذكر هذه التمارين الابداعيه، واش نقدروا مثلا نخدموا الفن او الابداع باش نواجهوا الامراض النفسيه؟ الابداع تيعاونك انك تبلور واحد اللونغاج نتاعك، لان مثلا بعض المرات فاش تكون تدوي مع لافيرونمون نتاعك ولا تبع راسك تقدر ما تتقبلش انك تقول شي حاجه ولا غير تفكر فيها، ولكن فاش تمشي لاسبي ديال انني غير اكسبريمي هذا اغ ما غاديش تبقى هذيك لا سونسور على راسك. دوكو داكشي علاش مثلا من بين الحوايج اللي كيتستعملوا سي تقول مثلا شي حد فاش تفكر مثلا في الطفوله نتاعك رسم لي شي حاجه، يعني تماك راه كاين واحد الاناليز بسيكولوجيك ديال اشنو رسمتي. مثلا رسمتي واحد لي بارون مجموعين، رسمتي شجره، رسمتي بيت، ولا رسمتي غير الاتموسفير اللي هو محلول. مثلا لعطيتك تختار الموسيقى، انواع ديال الموسيقى اللي تختارهم ولا اللي تقدر ديفلوبيهم تبينوا ليا بلوز او موان كيفاش تتفكر ولا شنو من الحوايج. لان مثلا واحد ستريسي جينيرالمون غادي ما غاديش يتقبل لك لا ميوزيك كلاسيك لان تترد اللور. اون بيرسون لي شويه انيمي وداكشي غادي تمشي لك مثلا الموسيقى مثلا اللي فيها ان بو دو فيبرانس بحال هاوس بحال ديب هاوس اي صا. يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي تخليونا فلاغ لا براتيكيناهم. اولا تترجع لراسك وتتاكسبريمي راسك، وثانيا تتعرف على راسك اترافيغ الاختيارات نتاعك الفنيه. وعن طريق الابداع كنعالجوا راسنا وكنلقاو راسنا، ولكن واش نقدروا نلقاو شي تحديات في لا جورني ديال الابداع؟ بيان سور غادي تلقى تحديات، لان مثلا فاش غادي مثلا خدينا ان ارتيست اللي تيرسم يقدر يرسم واحد الرسمه ولكن ما يقدرش يخرج الملأ لان تتعبر عليه اكثر من اللازم، لان الانسان اللي غادي يتلقاها غادي يعرف عليه شي حوايج اللي هو ربما ما باغيش يعرفهم حتى هو على راسه. ولا مثلا تلقى شحال ديال لي زيكريفان تيكتب، ولا شحال ديال لي بويت تيكتب ان تيكست اللي عمره ما تيخرج للوجود، تيقدر يعرفه هو ولا يقدر يعرفه غير صحابو اللي قربوا ليه، لان تما كاين واحد لاسبي ديال سيلف ريفيليشن تو تو ريفيل. وهاد التحديات ديال لاكسبتاسيون دو سوا ولاكسبتاسيون ديال لا بيرسيبسيون دو سوا تيبقاو ديما في لا سيتواسيون ديال شحال غادي تستعمل ديال لاغ باش كومونيكا راسك. لان وداكشي اللي شحال من مره في دي سيونس تدوي عليه ديال ماشي بالضروره ان لاغ نتاعك يخرج للبوبليك، المهم انك انت تشوف راسك. واتجاه هاد التحديات هادو كمعالجين نفسيين كيفاش كتقدروا ترشدوا ولا تعاونوا المريض النفسي باش يواجه هاد التحديات هادو؟ بيان سور كاينين بزاف لي زيكسيرسيس لي تيسبقوهم دي دياغنوستيك دي زاناليز. غير بو كلاريفي انا ماشي معالجه نفسيه، انا في المواكبه النفسيه، يعني انك تتحاول انك تعاون الانسان انه يعزز الصحه النفسيه نتاعو. يعني فاش يكون اون بيرسون اللي هي كونسيونت اللي ممكن تتعامل معاها تقدر تعطيها ديك زيكسيرسيس كو سوا عندنا مع علاقه بلا ريسبيراسيون مثلا كيفاش غادي يخرج يتعامل مع الافكار نتاعو اللي هما نشاز. مثلا شي واحد اللي عنده ان بروبليم ديال الغضب ولا نوبات الغضب غادي تقول ليه بان tu dois respirer tu dois détourner مثلا لا بونس نتاعك في هذيك اللحظه، تعطيه شي حوايج اللي يقدر يديرهم في حياته. لان شحال ديال الناس فاش يبغي يدوي على المعالجه النفسيه تيسحب ليه بانه غادي يدير شي حاجه اكستريم، لوغ كو هي تترجع غير للطبيعه نتاعك ديال شي حوايج اللي هما عندهم. لان النفس نتاعك سي جوست دي زورمون اللي تيتسكريتو اللي خاصك تعرف كيفاش تتعامل معاهم وتعرفهم.
دوكو سي دي زوتي اللي تتعطيهم صغار اللي تيعاونوك باش انك تحدى بزاف ديال الحوايج اللي تيبانوا لك كبار. وي وكاين حنا كنعرفوا واحد الموضوع اللي كندويو عليه بزاف في البرنامج ديالنا هو الرايترز بلوك، يعني الوقفه الابداعيه ديال الكاتب، وكاين وقفه ابداعيه حتى لجميع الفنون. واش المرض النفسي داخل فيها وكيفاش نقدروا نواجهوه؟ لان كمبدع ماشي بالضروره يكون عندك مرض نفسي، مي فاش يكون تيكون مرض نفسي ولا تكون ماشي بالضروره مرض نفسي، يقدر تكون اضطراب نفسي، لان ماشي لا بليبار ديال الناس عندهم اضطرابات نفسيه، قليل اللي تيكون عندهم امراض نفسيه. ومرض نفسي خاص تتمشي لواحد لو نيفو اللي هو بلو بروفوندي في توسكي كلينيك. في اضطراب نفسي هذوك الوقفات نتاعك تقدر ياثر عليهم المرض النفسي نتاعك الا ما كنتيش كونسون به، بحيث انك الا ما كنتيش عارفو تظن بان بيتاتخ المشكل فيك، الوغ كو هو غير شي حاجه اللي انت مازال ما عارفهاش على راسك باش توقف تتعامل معاه باش تقدر تدوز لمرحله اخرى. اوكي، قلتي كيوقف باش ندوز لمرحله اخرى، واش كاين شي مرحله في العلاج اللي كتنصح الفنان او المبدع انه يحبس الفن ديالو؟ الابداع ما يمكنش وقفه لما ديسيديش انت انك توقفه، لان قبيله قلت لك شحال انت باغي تكومونيكي للناس، دوك واحد النهار تقدر علاقتك براسك وعلاقتك بالنفسيه نتاعك تتحتم عليك انني ما باغيش نكومونيكي شي حوايج على راسي وتتوقف تما. مي سافي با دير بانك وقفتي الابداع، تقدر تكون مبدع مع راسك مي تو نو ترانسمي با هذاك الابداع نتاعك للملا. وكشخص مثلا غير مبدع، واحد الانسان ماشي يكتب ماشي يرسم ماشي يدير حتى شي حاجه، ولكن كان عنده مرض نفسي، واش كمعالجين نفسيين ولا مواكبين نفسيين، واش كتقدروا تنصحوه انه يبدا في الرسم او الكتابه؟ تتحاول تشوف لا بيرس، لان شوف هذه غادي نقولها لك بيرسونيل، زعما ما كونفيرماش لك ساينتيفيكمون، سي كو انا تنامن بان كل واحد عنده واحد الابداع نتاعو. كاين انسان مثلا اللي غادي يجبل لي شي حاجه مثلا عوجه وغادي يجي قاده بيديه، هذاك راه في حد ذاته ابداع. دوكو فاش تريح مع الانسان تتحاول تشوف هذاك لاسبي اللي هو تيرتاح فيه، وتتحاول تعاونو انه يعزو، لان فاش تكون فواحد لا سيتواسيون ديال الراحه تقدر تتعامل مع راسك ومع الحوايج اللي تيبرصدوك. وصي كما قلت لك تترجع للحوايج اللي هما طبيعيين، بحال لا ريسبيراسيون، بحال لو موفمون، بحال كيفاش تبدا نهارك، كيفاش تسالي نهارك، كيفاش تتعامل مع الافكار نتاعك اللي هما يقدروا يضطربوا بهم الاحاسيس نتاعك. تترجع لذاك الشيء اللي هو نورمال، وتقدر ما تحتاج الابداع فيهم بقدر ما تحتاج واحد الوعي في الزمكان، يعني انك تكون حاضر، ما يسمى بالمايندفولنس، انك تكون حاضر في المكان وتتعامل مع الافكار نتاعك والاحاسيس نتاعك. وبزاف ديال الناس كيقولوا كيف قلتي هنايا ان وصلنا زعما ليطا نورمال ولا تاس مستقره، ولكن بزاف الناس يقول لك الفن هو حاله عدم استقرار، كيفاش تقدري تجاوبي الناس؟ الفن هو ماشي حاله عدم استقرار، هي حالات من بحال قلنا نقولوا واحد النوبات، لان باش ترسم ولا تكتب ولا تكومبوزي وداك الشيء ما تكونش في الحاله نورمال، لان الانسان كيما دقات القلب ما يمكنش هذيك الحاله نورمال، هي حاله من نوع من الموت. دوكو في هذوك الطفرات اللي تيطلع القلب تيضرب فيهم الفوق هي اللي تتكون مبدع فيهم، لان تتكون في واحد ماشي تتكون نورمال، مي تتكون في واحد الصفاء ذهني، يعني راه تتكون مرتاح مي تتكون في واحد القمه ديال الارتياح، ولا المرة تتكون في قمه ديال الاضطراب، تلقى مثلا راسك وصلتي لواحد ليطا اللي ستريسي تتلاشي كلشي، يعني تتهبط لهذاك ليطا كالم اي تطلع وتتبدا واحد الحاجه. يعني في لي دو زيكتريم خاصك داك لو سيلونس افون سي تو فو دير افون لا طومبيت اللي هي تقدر تكون اون طومبيت اللي هي ارتستيك. وكنعرفوا ان الانسان ابن بيئته كيف كنقولوا، يعني داير به ناس اصدقاء عائله، كيفاش هاد الاصدقاء كيفاش هاد العائله كيفاش هاد لونتوراج ديالو كامل يقدر يعاونو بلا ما يحسوا انه في شكل ولا غريب ولا لونتوراج نتاعك غادي يقدر يعاونك الا كان واعي بان اي حاجه تيديرها ممكن تانباكتك. بيان سور كاينين الناس اللي دابا ولاو تيقلبوا انه يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع لافيرمون اكسترن تاعهم، يعني تلقى مثلا مؤخرا ولاو الاباء تيريح وتيسول وتيقلب كيفاش مثلا ولدي اللي هو صغير نقدر نتعامل معاه باش يخرج مثلا جيني ولا ارتست ولا مفكر. فاش تلقى هذا النوع ديال لا كونسونس دايره بك ما تحتاجش ان
اشنو غادي يديروا، لانه هو كونسون دوكو قبل ما يدير الحاجه غادي يفكر فيها. اي سا لا ميم شوز اللي غادي خاصها تكون عند كل واحد فينا، ديال قبل كومون رياجير لي زوتر شون، خاصك تفهم بانها تتاثر عليك كما تتاثر عليك. فاش يكون دايرين بك هذا النوع ديال الناس اللي هما واعيين، غادي يبداو يقلبوا على دي ميثود اللي غادي يخليوك انت تكون مرتاح، واللي غادي من بعد يكتشفوا بانك انت غير غريب، لان كل واحد فينا غريب بطريقته. وكاينه هذيك واحد النوع ديال البريسيون كتكون على المبدع، انه مثلا خصني نكتب، خصني نخترع شي حاجه، خصني نصايب شي حاجه. واش كاين شي اثر سلبي بحال هذا ولا اثار سلبيه كثيره اللي كتنتج ان كتستخدم الابداع في العلاج النفسي؟ فاش تكون اون بيرسون اللي مبدعه، وكما قلتي لونطوراج، لان تقدر تكون انت مبدع وتدير الابداع نتاعك وما عندكش لا بريسيون ديال لونطوراج، يعني تديروا راسك وتدوز. فاش يولي لونطوراج يسميك مبدع ولا فنان، يا اما تختار انك تبقى فنان مع راسك، ولا تتولي في هذاك خاصني ندير، وتما تيديفلوبا واحد ستريس. بعض المرات يعطي دي بلوكاج ارتستيك اللي تتبغي دير شي حاجه ولكن ما تقدرش. داكشي علاش من بين الحوايج اللي لي زارتيست ولا لي جون لي كرياتيف اون جينيرال، اللي انا مثلا غرافيك ديزاينر، سي اون بيرسون اللي هي كرياتيف فواحد لو دومين معين، pour éviter les blocages, le stress ou dakchi, غادي دير دي زيكزيرسيس اللي هومايا غادي يعاونوك انك ترتاح. داكشي علاش تلقى مبدع اللي هو مشى في المسيره نتاعو الابداعيه نتاعو، تكون عنده واحد البلاصه تيكتب فيها ولا واحد البلاصه تيهد فيها بيس نتاعو، تيريح بعيدا عن بزاف ديال المشتتات باش يقدر يبدع. وهذه هي لا شوط اللي خاصو يتفوكاليز عليه ويديفلوبيها، ولا الناس اللي دايرين به الا كان هو دون ان جوناج ولا صغير وداكشي يقيدوا في الاتجاه. وحنا في المغرب عندنا واحد بحال واحد المفهوم ربما غلط ربما صحيح على السعاده، يعني باش نوصلوا للسعاده يعني تتكون سعيد عاد كنقولوا حنا راك انت ساوي نفسيا، ولكن من العين ديال الصحه النفسيه والبسيكولوجيا اون جينيرال، كيفاش كتشوف السعاده وكيفاش كتعرفها؟ لاحقاش اون رياليتي شنو هي السعاده؟ لا يعني تساؤل تطرحه يعني تساؤل فلسفي ديال كل واحد كيفاش غادي يدفينك السعاده. قدر انا نقول لك السعاده انت هي انني ما يكونش عندي الستريس، انني نفيق الصباح باش نمشي نجري مثلا ندير شي حوايج، ان يكون عندي ناخذ لو طون تاعي ولا سباس نتاعي باش اكزيكوتي لا جورني نتاعي كما بغيت. واحد غادي يشوفها في الفلوس، كل واحد كيفاش غادي يشوفها. ولكن لا رياليتي اللي خاص الانسان يفهمها، ان ما كاينش شي حاجه سميتها السعاده كوم اوبجيكتيف، لان السعاده تتحققها كل نهار. لان اليوم السعاده نتاعك انك تشرب كويس ديال اتاي وتريح مع داركم، غدا السعاده نتاعك انك تخرج مع صحابك. اي فاش تاخذها بحال هكا تتحقق لك لا ساتيسفاكسيون انتير نتاعك كل نهار. الا بقيتي تشوفها كوم اوبجيكتيف سو سيغ سارت انك عمرك ما غاديش توصل لها، لان لي زيموسيون نتاعك تيطلعوا تيهبطوا، و خاصك ديفلوبي هذيك القناعه ديال ان كل نهار فيه واحد السعاده معين. وكيف قلنا في الاول ديال الحلقه ان دائما كنحطوا الفن ولا الابداع دائما مع الالم، وحنا عارفين ان المشاعر واحد سبيكتروم، واحد الحاجه اللي كتمشي وكتجي. دونك واش يقدر الفن والابداع يجي من السعاده ولا ضروري خص يكون الالم والحزن؟ ديما باش تعرف الحاجه الزوينه خصك تعرف الحاجه الخايبه، وباش تعرف الحاجه الخايبه خصك تعرف الحاجه الزوينه. لان في العالم ولا في لونيفير اللي حنا فيه كاينه لا دواليتي، دوكو غادي تقدر تبدع في السيتواسيون اللي انت فرحان، وغادي تبدع في السيتواسيون اللي انت تتالم. اي تحتاج شويه من هذه شويه من هذه باش تكون مبدع، لان باش انا نديفينيك قداش انا فرحانه خصني نكون في واحد السيتواسيون اللي ما كنتش فرحانه، وفيس فيرسا. دوكو بجوجهم محتاجينهم، لان سينا غادي لبقيتي في الالم غادي تبقى في الظلاميات، الا بقيتي في السعاده جينيرالمون tu peux pas exprimer دوك لي سنتيمون اكستريم دو ديتريس. وبزاف ديال الاخصائيين كيقول لك ان بلاص ما نخليو الامراض نعالجوها حتى كيكبر الانسان، خصنا نعاونوا الطفل من الصغر انه يكبر في واحد انفيرونمون زوين ويكبر بواحد الصحه النفسيه زوين. دونك الا نقدروا نوجه واحد الميساج لاولياء الامور نشرحوا لهم كيفاش يكبروا واحد الطفل مبدع، واحد الطفل سوي نفسيا او ميم طون، شنو يقدروا يديروا؟ لو ميساج سي كو قبل ما يتزاد عندك بعد هذاك الوليد، خاصك انت تعالج شنو هما الحوايج اللي ما عالجوهمش لي بارون تاعك،
ولا جدودهم ولا هذا في واحد الطريقه. وخاصك تاكسبت بانك اب ولا كأم راه ما تزاديتيش بارون، يعني خاصك تعلم كيفاش تكون اب كيفاش تكون ام، لان ديما حنا تنقول لك اه لا فام راه تزادش باليمون ديال الامومه، ولا الاب فاش غادي يولد غادي يولي اب. الو كلا فاش تبدا تعلم نتايا كاب ولا كأم كيفاش تتعامل مع هذاك المخلوق اللي بغينا نقولوا، جينيرالمون غادي تعاوني، لان ما يمكنش غادي تحيد كاع لي تروماتيزم، جينيرالمون غادي يكون شي حاجه، مي لا كونسونس نتاعك غادي تعاونو هو كطفل انه يقدر يجي يدوي معاك، يقدر يتشاور معاك، يقدر لا ضراتو شي حاجه يقول لك، عجباتو شي حاجه يقول لك، غادي تحل داك الباب انكم تقدر تعالجو هو وتقدر تعالج راسك معاه او ميم طون، لان غادي تاخذ من عنده شي حويجات اللي انت اصلا ما كنتيش عارفهم ولا بيتيتغ ما عشتيهمش فاش كنتي صغير. وذكرتي واحد الحاجه في الاول اللي هي كنعرفوها بالكونسيبت ديال بريك دي سايكل، يعني داكشي اللي وصلوا لك والديك ما توصلوش ولادك. كيفاش انسان يقدر هو يعالج راسو من حوايج اللي كنعتبروهم كوما، بحال اكتئاب، بحال القلق، كيفاش يقدر ياخذ هاد لو با؟ هادو لو با اولا انك تديسيدي انا يا رجل ما سون با بيان، خصني نعرف مناش ياك بان عشت شي حوايج اللي ما عجبونيش ومبرطيني. اون دوزيام لو بيان سور اما تديسيدي انك تتعامل مع راسك، دونك سو كا تمشي تدير تي ريشيرش وتتبدا تجرب، تتولي في ليكسبيريمونطاسيون بسيكولوجيك ديال واش هذه هي الحاجه اللي خاصني باش نكون اليز وترانكيل وباش نكتشف راسي، ولا تو بو دوموندي ليد من اون بيرسون اللي هي بروفيسيونيل اللي غادي تعاونك وتمشي معاك بشويه بشويه باش تدوز ليطاب الثانيه ديال انك تقدر تعيش حياتك وتعاون راسك براسك. وهذه هي القضيه اللي خاص شحال من واحد يتقبلها. كيما تمشي للصال دو سبور تمشي عند الكوتش تقول لي الا بغيت ندير بيسبس ولا تريسبس كيفاش، تو بو بروندر واحد الرونديفو مع اون بروفيسيونيل ولا اون بروفيسيونيل دو سونتي، تقول لي كندير نتعامل مع نوبات الغضب نتاعي. وحنا عندنا هذه الفكره هذه ديال اشنو خصك، اش عندك كل شيء، واكل شارب ناعس، اش خاصك. دونك هذه الفكره هذه هي اللي خصها جو بونس تحيد. وكيفاش نقدروا نحيدوها من الاباء ديالنا، من الاصدقاء ديالنا؟ حيت اغلبيه الناس ملي كتقول لي مثلا كتحاول تقرب من شخص قريب ليك كتيق فيه، تقول لي انا مريض نفسيا انا ولا مكتئب، كيقول لك هذه الهضره هذه. دونك شنو كيفاش نقدروا نعالجوا هذه المشكله؟ لان كما قلت لك قبيله بنادم تعريف السعاده ولا الراحه تيختلف. دوكو فلا بار ديال الناس عندك كل شيء، اذا انت خصك تكون مرتاح. كيفاش انت مرتاح؟ ساشون كو كاع واغلبيه الامراض النفسيه راه جايين من شي حوايج اللي عشتيهم شحال هادي، ماشي تعيشهم دابا، يعني غير لو كومول نتاعهم تيخرج لك شي حوايج. دوكو سا سيغ ريان انك تقول لي عندك كل شيء، مي تعرف اول حاجه دوموندي لا بيرسون تتحس براسك ما مزيانش، علاش تحس براسك ما مزيانش؟ شنو هي الحاجه اللي انا ديما تنقولها مع شحال ديال لي جون؟ ما تجاوبش، سول، لان بعض المرات هذوك الاسئله تقدر تخرج هذاك الانسان من هذيك الحاله اللي هو فيها ولا تاميليوري الحاله فيها غير بالاسئله. لان دايوغ المعالجين النفسيين لا بلوبار اش مشي يدير؟ تيسولك اكثر، هو ماشي يجاوبكش، هو تيخليك انك تكيستوني لي كيستيون اللي نتايا ما باغيش تسولهم راسك. وعلى ذكر هاد الاسئله وبزاف ديال الاسئله اللي كنطرحهم في الحلقه هذه، كاين واحد السؤال اللي تطرح لينا بزاف فاش سولنا الجمهور شنو باغي نعرفوا، هو الصراع بين الجيلين. حيت هاد الكلمه ديال شنو خاصك غالبا كتجي من الجيل الكبير للجيل الصغير، يعني هما كان عاشوا واحد الوقت اللي تعطى لهم ما تعطاش لهم كلشي، عاشوا واحد لا ميزير، دونك ملي كيتعطى لهم كلشي كيفرحوا. دونك باغ كونط حنايا مثلا هاد الجيل الجديد الحمد لله عشنا في ظروف احسن من اللي عاشوا فيها هما. دونك كيفاش نقدروا نعالجوا هاد الصراع ما بين الجيلين، وكيفاش نقربوا الصوره للجيل الكبير من الجيل الصغير والعكس؟ لحقاش لا جينيراسيون اللي قبل ولا اللي قبل منها كاع ما كانش لاسبي ماتيريال، مي كان لاسبي ديال لا كويزون، كان تعايش ديال الناس. كنتي تلقى مثلا جاركم تيقدر يقول لك نصيحه اللي ما غاديش يقولها لك باك، الشوط اللي دابا حنايا ما تنعيشوهاش. كل واحد في واحد النوع من الفردانيه، اهل ماتيريال كاين اللي هو كان ناقصه، ولكن لاسبي اللي هو نفسي واللي هو اجتماعي وداكشي راه بدات تفرق. دوكو حنا اللي خاصنا شي حوايج اللي هما نفسيين، اللي هما حوايج اللي ماتيريال، كانوا خاص هاد لو ديالوغ يتحطوا بحال هكا ديال حنا بيتيتغ ما خاصناش داكشي اللي كان خاصكم، ولكن خاصنا حوايج اخرين. وخاص ديما في اطار لا كومونيكاسيون ديال انا خاصني هاد الحاجه لانني انا تنحس براسي خاصني هاد الحاجه، انت ما خاصكش ما محتاجهاش، سا سابليكا توا. اي لو فيت انك تهرس داك لو سيكل جينيراسيونيل تجيب لا كومونيكاسيون، لان
بعض المرات تتقول واحد الناس قدامين وفهموا وعرفوا وداك الشيء بوتيتر كو جو ني با ريزون لا احترم الراي نتاعهم احترم الراي نتاعهم ولكن كونط اون سون لو بيزون انسان فاش يحس براسو بانه محتاج شي حاجه راه كاينه شي حاجه اللي فريمون محتاجو خصو يلقاو خصو يجاوب عليها. صراحة هاد الكلام هذا زوين ولكن في التطبيق صعيب شويه وحكيم بزاف ديال الامور اللي كندويو عليها في تيوريك ولكن في الواقع كتجينا صعيبه بزاف في التطبيق. مثلا كنقولوا ان الدوله مثلا خصها تتعاون بزاف في هذا المجال ديال الصحه النفسيه ولكن واش كاين مبادرات فعلا ما كنشوفوهاش. دونك شنو الدوله مثلا تقدر دير باش تقدر تساعدنا؟ اولا خصنا نشيروا الحقيقه ديال المغرب ان غير في الجهه ديال الصحه النفسيه باقي خاصنا هاك يعني واحد لو نيفو كثير باش يوصل ان الدوله اصلا تعاونك. لان عدد المعالجين في الصحه النفسيه في المغرب قليل فريمون قليل عاد باش ان باش هما يمارسوا يعني لا بروفيسيون تاعهم ما غاديش يقدر يهز هذاك لو نوم اللي كاين في المغرب. اون دوزيام شوز هي ان ماشي بالضروره تمشي عند معالج نفسي الا قدرنا مثلا واحد الشخص اللي هو في المواكبه الاجتماعيه ولا المواكبه النفسيه يعني ما نحتاجش انني نمشي للمعالج. الا كانوا غير هاد الناس اللي تنسميو انا الناس في لو سوبور غادي يعاونونا باش ان نحيدو بزاف الحوايج. لان شحال ديال الناس ما عندوش مرض نفسي عنده تروماتيزم خاصو يعرفو ولا عنده ان سندروم خاصو يعرفو باش يمشي عند معالج نفسي ويعرف بان راه عنده داك لو سندروم. دوكو سي فري الدوله تقدر تعاونك مي جو بونس كو المجتمع المدني خصو يدير خصو ياكد الحضور نتاعو لان اون فان دو كونط كناس عايشين في واحد المجتمع الا كل واحد فينا ولا اون اسوسياسيون ولا اون فونداسيون فوندات تجمعنا حنا الناس اللي باغين سميتو لاننا شتي اون اوروب ولا اون امريك اغلبيه ديال لي زينيشاتيف الصحه النفسيه كانوا في لو كادر ديال لاسوسياتيف. الدوله تقدر تعطيك ان فينونسمون مي تبقى لان المجتمع هو اللي تيعرف شنو خاصو. غالبا فاش كندوي على المجتمع المدني كنسمع واحد الكلمه بزاف فاقد الشيء الى يعطي. دونك حنا كنقولوا حنا واحد المجتمع اللي عمرنا عرفنا الصحه النفسيه عمرنا تعطاتنا شي حاجه في هذا المجال. واش بصح فاقد الشيء الى يعطيه ولا في هاد عين من النفس نقدروا نعطيه واخا ما خديناش؟ فاش تدوي على فاقد الشيء الى يعطيه انا مش نقول لكش انك تعالجني مي نقدر نرجع لك واحد القضيه اللي شحال هادي كانت تبقاتيكا اللي دابا مابقاتش تبقاتيكا ديال كنتي تلقى الرجاله مثلا ولا العيالات ولا لي فامي تيتجمعوا تيدويو على اش خاصك انت ولا تجي عندها صاحبتها ولا حدا البير حدا الواد تيمشي يسقيها ويتجمعوا وتعاود لها وتعاود ليها وتجي هذيك السيده مرتاحه ولا هذاك السيد راجع من عند صحابو مرتاح وتيعيش لافي نتاعو بلو بيزيبلومون كو دابا. علاش؟ يعني وليت تمشي تخرج بلا جورني كامل عائلتك ما تشوفهاش بلوز او موان تي زامي ابان تشوفهم حتى هذوك العلاقات الانسانيه اللي غادي ديفلوبيهم باش تقدر تيشونجي فيهم ولاو صعابين. دوكو علاش قلت لك المجتمع المدني الا كرينا دي زيسباس اللي هما سيف سبيسز مثلا ديال الناس اللي مثلا تعاني من مثلا جو ديغي الاكتئاب ولا تيحس براسو ولا دي جين اللي مثلا تيحس براسو بان ما عندوش هوبي ولا ما عندوش هوايه في الحياه وغادي نحل ليه دار الشباب مثلا غادي يمشي يدير فيها هوايه يقدر اون فوا يلقى الهوايه نتاعو واحد لاسبي كبير من الصحه النفسيه نتاعو غادي ديفلوبو. يعني حتى في لاسبي كولتوريل الا حلنا لا كولتوريل الناس تقدر تشوف بزاف ديال الحوايج اللي هما في لاسبي بسيكولوجيك تيمشيو غير هكا تيديسولفاو ان واي. وحنا لاحظنا في المجتمع المغربي واحد التغيير كبير ولكن الصحه النفسيه ما واكباش كيف قلتي كانوا شي حوايج اللي كيعالجونا كمجتمع ما بقيناش كنديروهم حيت التغييرات الكولتور ديالنا ما بقيناش كنجمعوا ما بقيناش كنتعاودوا. وهذا الشيء كيبان حتى في الميديا ديالنا يعني في المسلسلات في الافلام كتبان الصحه النفسيه كيبان امراض نفسيين ولكن ديما كنحطوا داك الدور ديال المريض النفسي ديما كيضرب الدوايات ديما كيشرب شي حاجه. دونك خصنا نحسنوا في الميديا ديالنا وكيفاش نقدروا نحسنوا كيفاش خصنا نبينوا الصحه النفسيه في الافلام بطريقه صحيه. لان ديما فاش تشوف لي فيلم تيقول لك واحد مريض نفسي طوماتيكمون تياخذ دوايات الوغ كو اون باراليل في المغرب تيقول لك كاع المغاربه سكيزوفرين. يعني هو اعتراف مبطن بان كل واحد فينا عنده واحد لاسبي بسيكولوجيك خاصو يمشي يتعامل معاه. اي جو بونس ميدياتيكمون خصنا نخدموا عليه بزاف
حيث انك تبين بان كاينين شي حوايج اللي هما تيبانوا لنا صغار. مثلا انا لفات ديال تدخل واحد الدار تلقى مثلا الام واب تيتغاوتوا وحدهم دري صغير، راه هذا سايد ديفلو بلاي تروماتيزم كبير لا عند الام لا عند الام لا عند الدري صغير. مثلا جوج صحاب مجمعين وحدهم صاحبهم مخلينه وما تيدويوش معاه، هذاك راه غادي يديفلوب لك تروماتيزم اخر. يعني خاصك تبينها في الميديا ولا في الافلام ولا بالمراج غير دي بتي بوب اللي تيوعيو بان فوالا راه في حوايج صغار فين تيديفلوب لينا تروماتيزم، ماشي فشي حاجه اللي كبيره. وي وحنا كمجتمع خصنا نعرفوا ان حنا قويين كاضعف واحد فينا. وحنا عندنا واحد الفئه في المجتمع اللي كتجيني انا شخصيا مهمشه، وماشي غير مهمشه مي كلشي كيكريتيكيها، وحنا خصنا نساندوها هي الفئه المراهقين. وي هما جو بونس اكثر عرضه للامراض النفسيه حيت كيدوزوا من واحد شونجمون في الحياه ديالهم. دونك شنو تقدري تقولي لهم باش يواجهوا الامراض النفسيه ويواجهوا هاد لي شونجمون اللي كيعيشوا؟ جو بونس كو غادي خاصها تدوي على دو فولي. اولا ان فاش يكون عندي مراهق مازال ما وصلش يعني لاج ديال المراهق، خاصني انا كبا نوجد راسي بان راه ولدي ولا بنتي غادي يوصل لواحد المرحله اللي بزاف ديال التغيرات الهرمونيه تيوقعوا اللي غادي امباكتيو الصحه نتاعو والنفس نتاعو، خاصني نكون في واحد لا سيتواسيون اللي نتعامل معاه بواحد اللين واحد الرفق ونعرف شنو خاصو باش يكون باش يدوز من ديك ليطا، لان غادي يدوز ويولي ادولت. فاش غادي يولي ادولت ما غاديش يبقى عندي نفس القدره انني نواكب. والجزء الثاني اننا كما قلت لك خاصنا كريو دي زيسباس بوغ لي جون باش يقدروا هما يانتيغاجيو مع بعضياتهم، لان مثلا في ايغ تلقى واحد وتعرف في المغرب كاينه ديال مثلا تعليم بالنظير، يعني ان صحابك هما اللي ولا لي جون اللي فلاج نتاعك هما اللي تتعلم منهم شي حوايج. وهاد القضيه انا جربتها وعجبتني بزاف، ان العوض اللي غادي نجيب مثلا كوتش اللي هو سينيور ايتو، غادي نجيب واحد لو جون اللي تعلم واحد مثلا تعلم كيفاش في الخطابه، وغادي نجيبهم مع صحابو في لا كلاس نتاعو ولا في هذا، وغادي يعلم صحابو. اولا تتعزز ثقتهم هما بالنفس نتاعو، هو كذلك تيقدروا يقولوا لي شي حوايج اللي ما غاديش يقدروا يقولهم واحد كبير، غادي يكون واحد لي شونج. وتتكري من بعد فاش تشري داكشي كامل تتكري واحد لا سينيرجي دي جون، لان تيبقاو عندك علاقات تيديفلوباو، تيبقى واحد الراحه النفسيه تديفلوب، لان كرييتي واحد لو ليام ما بين لي جون مع بعضياتهم. وباش نقربوا من الموضوع اكثر باش نفهموا الصحه النفسيه اكثر، غندوزوا واحد الفقره ديال البرنامج ديالنا سميتها ترو اور فولس. هاد ترو اور فولس غنعطيك واحد ستيتمنت، غنعطيك واحد جمله او باراغراف اللي غتقول لي واش بصح ولا ماشي بصح وتشرحي لي علاش. اوكي بساده. وي اوكي. الناس اللي عندهم اي دي اتش دي يعني متلازمه واش كيكونوا دائما مبدعين؟ جينيرالمون وي. علاش لان لي جون اللي عندهم ديفيسيت داتونسون جينيرالمون الدماغ نتاعهم كيفاش تيخدم، ان الانتباه نتاعهم تيتفوكاليز في بزاف ديال الحوايج مفرقين، لايك مره هنا مره هنا مره من يعني تيقدر الحواس نتاعو تيكابطيو بزاف ديال الحوايج، وتيقدر تلمون دماغو عامر بزاف الحوايج اون ميم طون، انه خصو يبرجيهم ولا خصو يخرجهم باش يعرف راسو اكزاكتومون فاش يفكر. انت علاش تلقاهم جينيرالمون مبدعين في الكتابه في الرسم في داكشي ديال الكرافتين ديال الايد، لان هادشي اللي تيخليهم تيكالميو راسهم باش يقدر يتفوكاليزا كانسان اللي هو نوروتيبيكال اللي هو تيفكر بان فاصون فوكست 100%. ستيتمنت ثاني هو كل واحد فينا عنده شويه من جميع الامراض النفسيه ولكن بنسب مختلفه. عاوتاني هادي فاغ نو وي اون ا دي كيما قلت اون ا دي سيندروم تقدروا يكونوا عندنا دي تروما ولكن ماشي بالضروره يكون عندك مرض نفسي. ستيتمنت ثالث، ردات الفعل عند الرجل اسرع من ردات الفعل عند المراه. هادي انا ساينتيفيكمون ما نقدرش نبروفيها لك، مي الا دوينا في لاسبي ايموسيونيل اون ديري كو لا فام ديجير لا سيتواسيون باش تغياجي، الوغ كو لوم سي لو كور نتاعو اللي تيغياجي دغيا. ستيتمنت الرابع، الشخص عنده سكيزوفرينيا في حاله ازمه ما كيكونش واعي بتاتا بشنو كيدير. الوعي ماشي ما عندوش علاقه بلا سيتواسيون ديال سكيزو دايوغ اشنو هي لا سيتواسيون، لان ديما فاش نقول واحد سكيزوفرين تشوف بانه عنده
عنده يا اما البيرسوناليتي تشوفوا في الافلام اللي عنده عشرات لي بيرسوناليتي وكل مره تيخرج لك بواحد. هادو في دي كالي هما اكستريم. اما اون رياليتي راه تقدر تكون عايش مع اون بيرسون سكيزوفرين وانت ما عارفش. لان شنو هو اللي تبدلو طريقه ديال لا رياكسيون تاعو وكيفاش تفكر في لا سيتوياسيون. دوكو هو ما غاديش يكون واعي بلو شانجمون ديال لا بيرسوناليتي مي غادي يكون واعي بهذيك لا سيتوياسيون اللي هو فيها. ستيتمنت السادس، اي شخص في حياته يقدر يحتاج لتوجيهات سيكولوجيه. وي سيغتينما. وعلاش؟ لان بعض المرات ماشي بعض المرات ولكن دائما فاش تبغي تعرف شي حاجه على راسك يا اما تسول راسك فاش ما تلقاش لا ريبونس تقدر تسول شي حد اللي حداك ولا صاحبك ولا امك ولا باك ولا المهم تسول دوكو تشوف تو سكي سيكولوجيك يا اما غادي تمشي فيغ ان بروفيسيونيل ولا غادي تسول لونطوراج نتاعك مي دون تو لي كا غادي تحتاج توجيه. الازمات في فتره الطفوله كتاثر اكثر من الازمات اللي كيتعرض لها الانسان في المراحل الاخرى في حياته. وي ان كرون دوغري. علاش؟ لان فاش تكون كبير تكون كونسون بداكشي اللي تعيشو. فاش تكون صغير شحال من حاجه تتخلط في السوبكونسون تاعك تقدر ما تكونش عارفه دوكو تتغياجي في دي سيتواسيون انت ما عارفش منين جايين. تيست ديال 16 بيرسوناليتي دقيق وصحيح. هو ادق تيست لحد الان. وعلاش هو زعما معتبر بهذه الدقه هذه؟ لان مبني على دي ستاتستيك بور ديفلوبي هذوك لي 16 بيرسوناليتي. كانت واحد ليتود ستاتستيك اللي جابوا فيها واحد لو نومبر كبير ديال لي جون بور فوار شنو هما الحوايج اللي عند هذوك الناس انكور اللي يعني بحال بحال وشنو هما الحوايج اللي تيديفيرجيو فيها. هي باش ديفلوباو دوك لي 16 دوكو لو نومبر ديال لي شانتيون كان كبير. داكشي علاش هو الادق حاليا ولكن دقيق اصلا بورتون سيغتينمون لا. لان ديما في الصحه النفسيه تتبقى ليتود اي لي فالابل جوسكا تخرج شي وحده اخرى اللي تقدر تغوفيتيها وتقدر تكونفيرميها. ستيتمنت اللي جاي هو واحد ستيتمنت اللي ثقيل شويه اللي كيخلي الناس ما يمشيوش يتعالجوا، وهو ما تقدرش تبرم من الامراض النفسيه 100% مهما درتي. بما انها دقيقه غادي نقد هاد القضيه ديال ما تقدرش تعالج 100% جو بونس كو سي فو. لان كيما تديفلوبي هذاك المرض تقدر تعالج منه. غير لو تروك اللي ما تيقولوش الناس سكو سا بو بروندر دي زاني اي دي زاني. وهذاك طول الجهد هي اللي شحال ديال لي جون تيقول لك لا دوز 5 سنين دوز 20 سنين اذا ما عمري ما غادي نتعالج. الوغ كو تلقى مثلا الا كان عنده السكري ولا الكوليسترول تيدوز حياته كامل هو تيعالج فيه. هذا ستيتمنت زوين، ومن هذا المنبر كنصحوا الناس جميعا اللي يحس براسو محتاج العلاج يمشي يتعالج. واخر ستيتمنت عندنا اليوم هو تقدر تشخص المرض النفسي غير من الهضره الرسمه او الكتابه ديال المريض. ماشي غير منهم كاملين تقدر يعني تشخص غير من الفن ديالو. هادشي اللي قلت لك يعني كاملين تقدر يعني من لا فاصون باش الانسان يدوي معاك جيستوال نتاعو لو نون فيربال الرسم نتاعو لاغ نتاعو داكشي منهم كاملين تقدر تشخص. ولكن ماشي 100% تشخص واحد لابارتي. داكشي علاش العلاج الناس تيصابرون دو طون. لان تدير تشخيص اولي تتبقى غادي مع لي بيرسون. ما تنساش اننا حنا كناس كلشي عنده تيهز واحد القناع نتاعو اللي تيلبسو وتيبدلو على حسب لا سيتياسيون اللي هي فيها. دوكو فاش تكون مع معالج نفسي راه تيلبس واحد القناع اللي خاصو بزاف الوقت باش يقدر يحيدو لك ويخليك في ليطا نورمال تاعك. وصلنا لاخر ستيتمنت وسالينا المرحله ديال تشو فوس. ندوزو للفقره الجايه في البرنامج وهي الاجابه على الاسئله ديال المشاهدين ديالنا. اول سؤال وصلنا من المشاهده ديالنا قالت لك كيفاش انسان يقدر يواجه الخوف ديالو. كيفاش الانسان يقدر يواجه الخوف نتاعو؟ الخوف سا ديبون واش خوف يعني عادي ديال تنخاف من الظلام ولا فوبيا ديال الفوبيا ديال الظلام. سي ديفيرون. فاش يكون الخوف اللي هو عادي جينيرالمون تتحاول وتفل لي فوبيا دايوغ سي لا غير سا بخون بلوس دو طون ديال تتحاول انك ترجع للواقعيه ديال لا شوز. علاش انا تنخاف من الظلام وعلاش انا تنخاف من العلو؟ واش نجرب واحد النهار ندخل الظلام اسيستي مثلا خويا ولا اختي من بعد غادي نبقى فيه واحد دقيقه من بعد غادي ندخل ليه بوحديتو؟
سي كوم سا كي تتواجه الخوف نتاعك انك خاصك تدخل فيه باش تعرفه. وي السؤال الثاني اللي وصلنا من عند المشاهدين وهو كيفاش الانسان يقدر يعرف راسو واش عنده اكتئاب ولا لا؟ كيفاش تقدر تعرف راسك بانه واش عندك اكتئاب ولا لا؟ تقدر كاينين دي سيمبتوم مي باش تخصو راسك تو بو با باش غادي تعرف راسك اكتئاب جينيرالمون لان اكتئاب كاين جوج الانواع واحد النوع تنعرفو واحد النوع اللي لا بلوبار ديال الناس ما تيعرفوش. كاين الاكتئاب اللي هو باسيف ديال ما تياكلش ما تيشربش ما قادش يخرج ما قادش يدير حتى حاجه هذا تتبان يعني تشوف ان بيرسون لي ايزولي وهذا تتعرفو بانه اكتئاب وهو تيعرف راسو بانه اكتئاب. كاين لوتر وهذا هو اللي صعيب سي لا ديبرسيون اكتيف هايبر اكتيف ديال تلقى انسان تيمشي وتيجري وتينوض وخدام وهذا مي اون رياليتي فاش يدخل لدارو drained of energy ما عندوش لا كاباسيتي انه يكومونيكي مثلا لو ريجيم اليمونتير نتاعو مخربق ما تيناش هذا هو لاسبي اللي صعيب. الاخر تتشوفو في لي زاكسيون نتاعو مي l'autre tu as besoin d'une personne professionnelle باش تقدر تشوفو فيك لان انت pour toi tant que tu bouges راه ما عندكش اكتئاب. اخر سؤال من المشاهدين ديالنا وهو كيفاش انسان يقدر يواجه ستريس؟ ستريس ما ديال ديال ماشي ديال القرن بوتيت ديال القرن لان ولينا تنجريو بواحد الطريقه غريبه مي كيما معروف سي كو فاش يكون تتكون غادي بواحد السرعه معينه ما خصكش تجي وتفراني تتفراني على مراحل. داكشي علاش بوغ جيري ستريس نتاعك خاص يكون في لي زابيتود نتاعك انه يكون عندك شي حوايج اللي تتاخذ فيهم هذيك لو مومون دو بوز ماشي بالضروره تاخذ اون بوز كبير. مثلا عندك سويعه ديال المكانه ديال الغدا خذ واحد 5 دقائق عرف راسك غير اشنو درتي اليوم شنو واقع فين غادي قبل فاش دويت لك على شنو تدير الصباح وشنو تدير في الليل كيفاش تبدا نهارك فقتي وانت تجري سي نورمال غادي ستريس نتاعك غادي يطلع انت يلاه بديتي النهار ولا في الليل نعست تفكر غدا شنو غدير. لا داكشي اللي خاصك تديرو غدا بقاو غرامي وحطو اليوم باش تعرف راسك الصباح فاش فاق فكر في هذيك لا جورني كيفاش غادي تدوز. هاد لي 3 شوز اللي درتيهم صايد انورميمون. للاسف وصلنا لاخر الحلقه هذه الحلقه بحد ذاتها ثيرابي ما بغيتش نسالي دونك اي حلقه من برنامج ديالنا مروك لونج عندنا تراديسيون ديال ان الضيف كيشوف الكاميرا عنده دقيقه يقول اي حاجه للمشاهدين ديالنا وديالو ويعطي النصائح اللي بغاو يقول لهم. عندك دقيقه امام الكاميرا. داكوغ الوغ الميساج اللي تيكون عندي ديما كو سوا في ان وركشوب ولا في الكوميونيكاسيون هي ان الانسان كيما محتاج الصحه الجسديه نتاعو محتاج الصحه النفسيه نتاعو بشكل كبير. داكشي علاش خاصنا يكون عندنا لوداس ان كل واحد فينا يخرج يدوموندي لو كونساي ولا يدير لا ريغيرش نيسيسير ليه والناس اللي دايرين بيه داير انه يعرف راسو ويعرفهم يعرف كيفاش يتعامل مع 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 لي تروما نتاعو وكيفاش يتعامل مع الحوايج الزوينين لان بالمرات لي جون ما تيعرفوش حتى الحوايج الزوينين اللي فيهم. فاش غادي تولي تتعرف راسك اكثر جينيرالمون غادي دوز اون ايتاب اخرى ديال السعاده اللي نورمالمون بلا بلوبار ديال الناس يقلبوا عليها. الوغ سي سا. شكرا لك بزاف بسمه على قبول الدعوه ديالنا وعلى الاجوبه ديالك. مرحبا. وشكرا مشاهدينا على المشاهده ديالكم الحلقه ديالنا. نتلاقاو في الحلقه القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.